وتمتاز ولاية صحار بموقعها على ساحل البحر وامتداد شواطئها وكثرة مزارعها ووفرة أشجارها، وخاصة أشجار النخيل ذات المكانة الخاصة عند أهلها، كما تمتاز بوفرة المواقع الأثرية والتي تجتذب رواد السياحة الثقافية والمنقبين على الآثار والمآثر الحضارية والتاريخية. والمناطق الطبيعية الخلابة بالقرى الجبلية من جبال وكهوف ومغارات وسهول وأودية تستهوي راغبي سياحة الرحلات. كان لهذا التميز أثره البالغ في الاهتمام بتجميل الولاية ووضع الإطار المناسب لها حتى تكتمل الصورة بشكل علمي وطبيعي غير مفتعل، تراعى فيه كافة المحددات البيئية والقيم الحضارية والثقافية، تأكيدا للشخصية العمانية في كافة المجالات العمرانية والتجميلية، حتى أصبح لها أسلوبا ذاتيا نابعا من واقع الأرض العمانية الأصيلة والمتميزة بتاريخها وتراثها. وقد ارتكزت استراتيجية التجميل بالولاية على 4 محاور رئيسية: تأصيل القيم الحضارية والتراثية والثقافية، حماية البيئة والحفاظ على المحيط البيئي للسكان، الاستفادة من المقومات الطبيعية بما يحقق أهداف التجميل. التجميل في إطار المخطط الهيكلي للولاية من خلال خطة علمية يتحدد من خلالها المحددات الطبيعية والجمالية والمسارات والعلامات المميزة وتقسيم المناطق حسب أنشطتها وطابعها التاريخي.